حاج أمين الشعراوي أحد المحاكمين الرحيم. والله من أكثر من 20 سنة. والله يا فندم ما فيش مشكلة غريبة، كل المشاكل حصلت وكلها مشاكل، يا أراضي يا قتل يا كذا ومواريث، يا ما فيش حاجة اسمها مشكلة غريبة، لكن كل المشاكل من صغيرة لكبيرة كلها الحمد لله اللي بتلجأ القاضي العرفي بتخلص بوقت وجيز وبتراضي بين الأطراف وبتنتهي الحمد لله بالصلح. لا بالعكس، هي المحاكم العرفية بتساعد الدولة في حاجات كثيرة، يمكن حتى أقسام الشرطة بتحول جميع القضايا المختصة بالريف أو القبائل أو العائلات اللي بيلتجوا القضاء العرفي إلى مجلسنا هنا، وبتخلص الحمد لله. وحتى لو فيها طرف قدم محضر أو مشيت بجزء في المحاكم بتنتهي الحمد لله بالتصالح وبتخلص. والله كل حدث له حكم، يمكن أكبر الأحكام أو المبالغ المالية قدرت بها، يمكن قضية من حوالي 3 أسابيع كان فيها مجموعة على خلاف مع مجموعة أخرى وهم من قبيلة واحدة، واختطفوا شخص، يعني أم أولاد كذا اختطفوا شخص ودوه محافظة أخرى مسافة حوالي 200-300 كيلو، طلع فيها حق حوالي 40 مليون. ودي يمكن أكبر عقوبة حصلت، أكبر عقوبة حصلت في الحاكم العرفية في الوقت الأخير. طبعا التزم 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 تام قبل الجلسة كمان التزم، لكن بعد صدور الحكم مشيت فيها الخواطر والجهات وتنازلوا على نصف المبلغ من 20 مليون. ما فيش جلسة عرفية حضرتك بتحصل إلا فيها التزام، يا أما كفيل يا أما ورقيا بيلتزم الطرفين بتوقيع التزامات ورقية وبيبقى الحكم العرفي ملزم. إن ما كانش فيه التزامات يبقى لا داعي للحكم العرفي أساسا، مش هيبقى فيه شيء يلزمه، بيبقى فيه تطبيق الالتزام اللي هم التزموه على الطرف المقصر سواء مبالغ مالية أو إيصالات أو شيكات، أو مثلا في ناس بيحطوا التزام عقد أرض، بتاخذ الأرض للشخص المتقاعس بديها الأرض كبيع وشراء. بيحصل يا فندم، هي الحكم زي ما بيقولوا بيعملوها الصغار ويقع فيها الكبار. الأحكام العرفية رادعة، بس وقت ما تحصل الحكام العرفية في عائلات وكبار عائلات بيروحوا يراضوا الشخص اللي حق ويده يجي وينزل جزء من المبلغ، بتبقى فيها خواطر وتراضي للشجيرة والغرابة والحسن السلم الاجتماعي، فبيحصل فيه تنازلات، يمكن الحكم اللي بنسمعه ما يقبضش منه أو التلت أو 30% أو 25%، والباقي بيحصل للتراضي أو الشروط الجزائية فيما بعد تلزم الأطراف ما يكرروش الجريمة تاني. دور كبير المجالس العرفية، بتخلص قضايا بتقعد أحيانا لو لجأت للمحاكم تقعد سنين، لكن في المجالس العرفية جلسة أو جلستين الحمد لله بتخلص بالتراضي وتنتهي بالصلح بين الأطراف، في ود واحترام بين الطرفين وبالتراضي، وشيء بينحل جذريا وبتدي دفعة وسلم اجتماعي للمجتمع المصري. لا والله زادت للأسف، كان زمان يمكن في الشهر في 3-4 قضايا، لكن الآن يمكن في 40-50 قضية، لكن الزيادة هذه بتدل على عدم التزام الناس معه. كان في الناس ملتزمة أيام زمان، كان الناس ملتزمة، بعضها والعائلات ملتزمة، حاليا فيه انفكاك شوية وانحلال شوية، لكن زادت القضايا العرفية عن الأول.